سلام عليكم من الله ورحمته وبركاته. الفراق والافتراق والطلاق، الكآبة والحزن والعصيان والتمرد. الفراق والافتراق والطلاق، الكآبة والعصيان والتمرد، والهم والغم، التوحد والعصيان وكره المجتمع وقلة الأصدقاء والبعد عن الناس، كل هذا يحدث لشخصية انطوائية يتهمها البعض بالمعقدة، ولكنها قد لا تكون انطوائية ولا متمردة ولا معقدة ولا صعبة. لماذا؟ لأنها عانت وقاست وجاعت وشعرت بالبرد وشعرت بالخوف وشعرت بالألم وشعرت بالحزن. لأنها جاعت وعانت وشعرت بالبرد والألم والحزن، فاختارت أن تكون بعيدة عن الناس، فاختارت أن تكون بعيدة عن الناس وعن المجتمع. هل تعلمون أن العلاقة ما بين الأب والأم السيئة ودائمة المشاكل ودائمة الخلافات بين الأب والأم تخلق أطفالا وجيلا مشوش، تخلق أطفالا وجيلا مشوش، حزين، كئيب، لا يستطيع الانخراط في المجتمع. لا يستطيع التعامل مع الناس. تكون شخصيته انطوائية بسبب الأب والأم والمجتمع. الخطيئة لا تولد معنا. كل إنسان لا يولد بخطيئة، ولكن المجتمع يدفعنا إليها. تصرفاتهم وأفعالهم وتخاذلهم وإحباطهم وعدم اهتمامهم يخلقون في أطفالهم شخصية معقدة، لا تثق بنفسها، صعبة، حزينة، كئيبة. ولهذا السبب دائما ابتسم وأحب الغير وتعاون مع الغير. أرسم ابتسامة على وجه كل الناس الذين يستحقونها. حب الناس بتحبك إن أردت ذلك. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.